مباراة ثلاث في روما وتركيا خلصت تركيا مباراة أيضا قناة ماكسو تقدم خدمة جديدة من خلالها بي إن سبورت لبطولة أمم أوروبا 2020 عن انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا الليالي. كرة ويلزية في الطرف الأيسر، محاولة التقدم عرضية، هو فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الذي يقود. كرة كانت من الطرف الأيسر لكن حارس المرمى كانت تمريرة في اليسار، بعد ذلك عرضية ترسل عالية رأسية، هنا تأتي خطيرة ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى في محاولة من هذا المدرب الذي يثق في لاعبي. هنا لدينا فرصة أولى خطيرة تأتي أكانجي السعد، بينما الكرة ترسل عالية، كرة رأسية تأتي في النسخة الماضية وبالتالي يعلم هذا تماما، لكن كرة كانت مقطوعة، عادت سويسرية عرضية ترسل عالية موجودة، كرة بتعود مرة أخرى، فرصة تصويبها من بعيد، تواجدت في تلك النسخة في عام 2016، نتحدث عن ثمانية أسماء من الأسماء التي تواجدت في عام 2016، هنا تتواجد من خلال طبعا حاول أن يتقدم أن يمر عرضية ترسل عالية، كرة خطيرة تأتي نسبة للموسم المنصرم، هنا محاولة ويلزية عرضية ترسل راسية، الله 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 خطيرة كانت، قريبة كانت من المرمى كانت، نعم هنا راسية رائعة ولكن روعة التصدي من يازوما يا حارس سيفيروفيتش، بينما هنا الكرة بتعود ما زالت قائمة سويسرية، لدينا ركلة ركنية تنفذ، كرة تصل عالية داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تبعد، تعود الكرة من جديد، بعد ذلك هناك إصابة وهناك صدام حدث في اللقطة الماضية وبالتالي تنفذ لمصلحة المنتخب السويسري، السلام رائع الله 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 على كرة على كرة في مباراة لا ينساها شاكيري بالتحديد لا ينساها. لدينا محاولة قائمة ما زالت عرضية ترسل عالية، فرصة خطيرة للمباريات التي خاضها منتخب سويسرا، وعلى ذكر الأهداف هل تأتي هنا فرصة هدف، الكرة قطعت لكن ما زالت تصويبها تأتي السريعة إلا أنها تحولت إلى خارج الملعب من جانب السعيد لأن يكرر ما فعل في النسخة الماضية، هنا فرصة خطيرة راسية تأتي لكنها تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى من الجهة اليمنى، التمريرة حاضرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تأتي الله الله يا السريع حاضرة في اللقطة الماضية من جانب الراية حارس سيفيروفيتش لكن بعيدة بعيدة فيها شاكيري عند الكرة يتقدم يريد أن يمر تمريرة حاضرة لكن طيب مشروع لفرصة محاولة قائمة ويلزية مرور تقدم يا سلام تدخل كان موجود تدخل كان موجود في اللقطة الماضية وبالتالي بطاقة صفراء يشير حكم اللقاء فابيان شير اللاعب الركلة الركنية للمنتخب السويسري منقولة كرة عالية راسية تأتي ركلة حرة مباشرة هنا كانت بيل والعرضية ترسل عالية راسية كانت لم تكن حاضرة بل طالت الكرة على الجميع طبعا منقولة كرة عكس اتجاه اللاعب رقصة الطرف الأيمن محاولة قائمة عرضية تأتي ذلك الهدف اليوم لا يتواجد مع قائمة منتخب ويلز هنا فرصة قائمة المنتخب سويسري عكس اتجاه اللاعب رودريغيز يحاول فيها غير ركلة ركنية منقولة كرة داخل منطقة الجزاء من على مشارف منطقة العمليات محاولة وتصويب داني وورد منقولة كرة عالية تقدم نعم هنا بولو يحاول كرة ما زالت قائمة عرضية المنتخب السويسري على يساري حارس المرمى منقولة كرة عالية راسية تاتكا طبعا كانت كثير من الرسائل عندك كرة في وسط الميدان مانويل أكانجي نقل هذه الكرة هناك التدخل كان موجود في اللقطة الماضية صافرة حكم اللقاء تأتي لاحتساب خطأ لهذا اللاعب كيفن السويسري في هذه اللحظات منقولة داخل منطقة الجزاء راسية تأتي مبعد الكرة جارث بيل وكأنه يرد ذلك محاولة قائمة لدينا التمريرة فرصة تأتي للتسديدة بعيدة كانت الكرة الماضية عن طريقها داخل منطقة الجزاء هنا فرصة جول هذا جول يا سيفيروفيتش تمهيد كان مثالي في اللقطة الماضية انتهي دون أهداف في ثاني مباراة المجموعة الأولى تماما كما وصلت انطلاقة لا تأتي سريعة الكرة هنا فرصة جول بعد بريلي بولو كان قريبا من رسمي فام لدينا جو...
جرودن وكذلك بن ديفز جوالين وكذلك جو موريل بالإضافة لأرون رمزي وجارث بيل وكيفر مور. براعة حارس المرمى الحارس داني وورد. هنا ركلة ركنية عالية راسية جول 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 التي ضاعت قبل لحظات. بدا مصمما بدا عازما من أجل أن يسجل وبالفعل سجل وبالمرمى اتصل وهنا هو يحتفل بريلي بولو بكرة أولى وبهدف أول وبلقطة رائعة 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 يا بولو. راسية مميزة كانت بعد عرضية في منتخب سويسرا. هنا جارث بيل عند كرة عرضية ترسل عالية وينزل على مشارف منطقة الجزاء. هنا نابو التنين هنا جارث بيل في اللعب. بولو 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 يا سلام. الله 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 على ما يفعل الويلزية. عودة للخلف عرضية ترسل عالية خطيرة راسية التعادل الكرة بعد ذلك مرة أخرى محاولة قائمة عرضية ترسل الكرة الثانية من هذا اللقاء ورتم المباراة ما بين الفريقين مثل ما حدد. الكرة داخل منطقة الجزاء الويلزية ما زالت فرصة جول. آرون يرسل كرة عالية خطيرة راسية تاتي. الله الله ضاعت ضاعت هذه الكرة على كيفر مور كان قريبا منتخب من زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء. ركلة ركنية ترسل الكرة ستنفذ منقولة كرة من الطرف الأيمن عرضية ترسل راسية. الله من جانب كيفر مور عرضية.